هقول لك بقى، بص انا بعد ما جربت النوت 9 فتره، فهاجي اقول لك بقى هل تشتري ريدمي 9 ولا تروح للريدمي نوت 9. فده كل اللي تعرفه في الفيديو النهارده، ايه الفرق ما بينهم وهل يستحق الفرق ما بينهم السعر وكده. ففي البدايه تنزل تعمل لايك وسبسكرايب لو انت مش عامل. من الطبيعي كان نبتدي بالتصميم. التصميم في الاثنين، الظهر الاثنين بلاستيك، ولكن بيختلف بقى برصه الكاميرات وشكل الكاميرات في الخلف. وكان عاجبني قوي الريدمي 9 عن الريدمي نوت 9. ليه بقى؟ لانه بيجي بنفس الشكل بتاع النوت 8 برو، ان كان رصه الكاميرات حتى من قدام كده الشاشه النوتش بنفس الشكل تقريبا بتوع النوت 9 برو محطوط في الريدمي 9. شايف الريدمي 9 يعني كتصميم اروش، حتى الاتنين بيجوا بنفس الوزن، ما فيش اختلاف، ده فرق جرام ما بينهم. حتة البصمة بقى، النوت 9 البصمة بسوى الظهر، ولكن الريدمي 9 جاي بقى البصمة بارزة مع الكاميرات، وهي رصة الكاميرات كده بالطول ما بارزة كلها بالبصمة. جديد برضو ان في لون مختلف او لون جديد في الريدمي 9 ما كانش موجود في النوت 9، اللي هو اللون البنفسجي. ومن ناحية بقى الشاشة، الاتنين جايين اي بي اس ال سي دي، والميزة كمان اللي هما الاتنين فول اتش دي بلس، فدي حاجة جامدة جدا على فئة السعر. وكمان اروش بقى في الريدمي نوت 9 ان الكاميرا في الجنب، واستحواذ الشاشة بقى اللي انت معاك بقى شاشة هتحسها كاملة اكتر في النوت 9، ولكن الريدمي 9 بنوتش عادية خالص في نص الجهاز عادي زي النوت 8 برو بالظبط. الريدمي 9 جاي بطبقة حماية جورولا جلاس 3، ودي حاجة ميزة كمان على فئة السعر، مش حاجة وحشة. والنوت 9 جاي بجوريلا جلاس 5. بالنسبه بقى للاداء بقى والمعالج والعتاد الداخلي للموبايل، ريدمي 9 جاي بالهيليو جي 80، والريدمي نوت 9 جاي بالهيليو جي 85. هل في فرق؟ في فرق بس بسيط، وانت كمستخدم في الفئه دي ما اعتقدش ان انت ممكن تلاحظ الفرق، يعني الفرق ما بينهم بسيط، مش فرق كبير. وبالاخص بقى اللي هما الاتنين جايين بنفس سوفت وير ونفس الواجهه والكلام ده كله، فمش هيبقى في اختلاف كبير. ناحيه بقى الكاميرات، الكاميرا في النوت 9 مثلا، هو ده النوت 9 48 ميجا بكسل الكاميرا الاساسيه مع ال 8 ميجا بكسل بتاعه العدسه الواسعه بقى والوايت انجل، وكمان 2 ميجا بكسل مايكرو و2 ميجا بكسل مخصصه للعزل والكاميرا. بالنسبه بقى للريدمي 9 عندك بقى الكاميرا الاساسيه 13 ميجا بكسل، ولكن يعني فتح العدسه بقت 2.2 من 10. ديت يعني هي هتبقى محتاج اضاءه اكتر من الكاميرا اللي في النوت 9، لان فتح العدسه في النوت 9 1.8 من 10، فتدخل اضاءه اكتر. وجاي برضو الكاميرا العدسه الواسعه او الالترا وايد ال 8 ميجا بكسل، والمايكرو بقى هنا اكبر يعني 5 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل للكاميرا العزل برضو. فهل هيبقى في فرق؟ الفرق هيبقى في التفاصيل، النوت 9 هيطلع تفاصيل اكتر من الريدمي 9 عشان فرق الميجا بكسل، ولكن بقى شغل المعالجه والكلام ده دوت اللي هيبان قوي بعد التجربه، بس اعتقد برضو هيبقوا الاثنين قريبين من بعض. وبالنسبه بقى للتصوير الفيديو، الاثنين ما مش هيبقوا بيصوروا 4K، ودي حاجه مقبوله في الفئه السعر ديت مش مطلوبه يعني، فالاثنين بيصوروا لغايه فول اتش دي 30 فريم. بالنسبه بقى للكاميرات الاماميه، الريدمي نوت 9 جاي بكاميرا 113 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.3 من 10، اما بقى الريدمي 9 جاي بكاميرا 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8 من 10، فيفرق برضو في الاضاءة، هتبقى احسن في الريدمي 9 ولكن كتفاصيل هتبقى احسن في النوت 9. بالنسبه بقى للبطاريات، ودي اكتر حاجه عجباني جدا في شاومي الايام دي، اللي بقت بتنزل بطاريات كبيره، منزله في الموبايلين 5020 ملي امبير، اللي انت تاخد بطاريه 5020 ملي امبير فئه 2000 جنيه، فدي حاجه جامده جدا، مع برضو مع بروسيسور مع حاجه الموبايل شبه متكامل. ولكن بقى الاختلاف اللي ما بينهم بعيدا عن البطاريه، الاتنين 5020 ملي امبير، الاختلاف في حته الشاحن. الشاحن الاتنين بيدعموا 18 واط، ولكن بقى الريدمي 9 بيجي معاه شاحن 10 واط بس، والريدمي نوت 9 بيجي معاه شاحن 22.5 واط. الريدمي نوت 9 كان بياخد مني بتاع ساعتين تقريبا في الشحن، ريدمي 9 بقى اعتقد اللي هو هيبقى اكتر لان 10 واط، فدي رقم قليل جدا، فاللي هو ساعتين كانوا كتير جدا، ما بالك بقى اللي انت تاخد ممكن ساعتين ونص او اكتر كمان في شحن البطارية لانها كبيرة جدا. وكمان عندك هنا يعني المعالج مع البطارية، المعالج مستهلك شوية البطارية، فالبطارية ممكن تقعد معاك رينج يوم
يوم ونص يعني، ببقى مستريح وانا بستخدم، مش متقل عليها. حته البطاريه ما عنديش اي تعقيم غير شحن 10 واط، ديت مش حلو قوي. وكمان في ميزه يعني زياده في النوت 9، ان هو بيدعم الشحن العكسي ب 9 واط، ان انت تشحن الموبايل شحن عكسي بسرعه 9 واط، ولكن الريدمي 9 ما فيهوش الكلام ده. منفذ الشحن في الاثنين تايب سي، والاضافات بقى اللي هو عندك مدخل 3.5 مللي بتاع السماعات موجود في الاثنين، كمان الاثنين بياخدوا شريحتين زي الكارت ميموري، دي حاجه جامده برضو. والاثنين ما فيهمش ان اف سي، فلو انت مهتم بحته ال NFC الاثنين ما فيهمش NFC. بقى في النهايه بقى تشتري انهو؟ تشتري، بص يعني فرق السعر انا شايفه مناسب جدا، اللي هو انت قصاد تزود 200 300 جنيه على الفلوس، على ال 2000 ونص مثلا عشان تشتري النوت 9، فانا شايفه مناسب. قصاد مثلا هتاخد مثلا كاميرا افضل، هتطلع تفاصيل اكتر، او هتاخد الشاحن السريع معاه اللي هو هتاخد 22.5 واط مع النوت 9، ولكن مع الريدمي 9 هتاخد 10 واط بس. ولكن الريدمي 9 انا شايفه مناسب جدا، ومن اجمد الموبايلات اللي طلعتها في الفئه السعريه ديت. فانت لو مهتم بحته الشحن وهيفرق معاك ان انت تشحن اكتر من ساعتين والكلام ده، فانت تروح الريدمي نوت 9. ولكن لو عادي يعني حته اللي هو الشحن وكده مش تفرق معاك، فريدمي 9 مناسب جدا ليك. ونصيحه مني في الاخر، لو انت حابب تشتري الريدمي 9، بلاش تشتري النسخة التلاتة 32 جيجا، اشتري النسخة الاربعة 64، هتفرق معاك جدا. ان كان جيجا زيادة في الرام هتفرق معاك في التنقل، او ال 32 جيجا زيادة في الذاكرة دي هتفرق معاك جدا، بحيث ما تحتاجش بعد كده لذاكرة خارجية تانية. وهي بس كده، هو ده بقى الفيديو، الفرق ما بين النوت 9 والريدمي 9. زي ما قلت لك كده، تنزل تعمل لي تعليق كده تقول لي رأيك فيه، وكمان لو ما عجبكش الفيديو اعمل ديسلايك، عجبك اعمل لايك، فبراحتك بقى وعيش. وبس كده، سلام.